أكد عضو مجلس النواب والنائب الأول لرئيس ائتلاف دعم مصر سعد الجمال أهمية اتخاذ إجراءات سريعة من أجل حل مشكلات القطاع الصناعي لحل مشكلات البطالة وتشغيل الشباب. وقتي إحنا بنقول نزيف في الاقتصاد القومي، ثم أيضا أثر سلبي شديد جدا على عدم تشغيل الشباب، ونحن نعلم الخطورة التي يتعرض لها الشباب في نتاج البطالة. البطالة هي يعني معمل تفريخ لكل شيء يضر المواطن ويضر الشاب ويضر أسرته ويضر وطنه ويضر الأمن القومي المصري. فإحنا عايزين نعرف مواعيد محددة نقدر نحقق فيها نتائج، الناس تبقى مطمئنة إن هي عندها أمل قريب.